يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث ما ثم الدرس فادنا هذا السجل بفضل الله وبرحمته ذي الغيبة. مدني من الغيبة معناه مريه الدر العوذ أفق مسين سيم دي الغوية فيس أين يو أين نكني ماذا قل ليس لا يسوري في قرى الحاجة ألا في قرحنا الحاجة ألا في ضرن كان يتمثل وقين ذلك بلاني يعني اكتشين مرة المجتمعات وخاصة المجتمعنا كامل، ولكن الواجب أثم كل إنسيم أذي الزر المضر لنا رزدي كم دي البلايين العام اللي سمرنا أذي روحو تفرق كيف فيس إيمانيس العذر أذي توافرين البعيد استمساتي شبان تاقيم. أيث مثل الإسلام يسد ذا الرحمن إفكي أخذت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذا الرحمن للعالمين. خذرت كان مكلا دي قارة سيد ربي مشبيح سبحانه وتعالى إن فيسو شبيح صلى الله عليه وسلم إن يسوى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذ كثيد ذا الرحمة إلى عفاد دوني ثمرة أما ذا العفاد أما ذا الحيوان أما ذا التجرة أما ذا الجمال ذا الرحمة أكو الخلق كامل. إذ كثيد سيد ربي باش أذي زرع الرحمة أذي زرع ثقمت أذي زرع ثذكري ذخل قولون العفاد ذيجين في نفي مشبيح صلى الله عليه وسلم يقرد إنما أنا الرحمة المهدين ندني كيف كيد سيد ربي ذا الرحمة خزرتنا يتمثل وشبيح نفي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن دمشي ذن كني كان يدي في كان ذا الرحمة إن أين سيد يمر الأنبياء إن يمر ذي السن المؤمنين معناه ثانية خمسة مشي حاجة الأنبياء ذا الرسول يقرد إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إن يمر سيد ربي المؤمنين إن شوين سيد يمر الأنبياء سيد يمر الرسول المعنى ينسيث مثلا باش يعني عن ضرب اليوم ماشي حشان ادقار ماشي حشان اذن كنا ذا الرحمة للعالمين، ولكن كل اللي عندك شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثقوية سيدة ذي لي ذا الرحمة للخلق سيدة ربي أما ذا العباد أما ذا الحيوان أما ذا التجرى أما ذا الجماد أتشي لي ذا الرحمة للوالدينيك أتشي لي ذا الرحمة للجيرانيك أتشي لي ذا الرحمة للعباد السند العباد والسندرة حشان غيني الهان أردي كل شغورك أين شيء فين شي يمتين كتبان دغواشو دغوينا دي كند ديك زين العين الخلق سيدي ربي سبحانه وتعالى يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم اني وني دي شي ودينا له وين يتصلى له وين يتصوم له وين يحج له وين يتزكين في قيد الفرائض ذين لم ذكر ذي الحق ان شان جرى سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى، ولكن قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ان دين شي من وين يسلم من ينسي من اما دير سيسه اما دفوسينس. وفي رواية يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده إن سيمد وين سيمن يعفظ مرة أكو أما ذك الذي نسيمن أما ذك الذي ماشي ذي نسيمن، ولكن كشين غي نسيم ذا الرحمة ذي القاع أدسل من مرة ذك ميك وأدسل من مرة ذك فوسيني أكاقين ما ذك الله نسيمن أرى ذك ميك ذا شو تنسيم ذي تساعد ذا جيني ذي الإسلام يتمثل وقين الدين سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ولاش الدين نظم إكسام يقرد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ونرى روحنا سيدي ربي مشيد سي الإسلام أذي يعقب لستق بيارة سيدي ربي سبحانه وتعالى يقرد وهو في الآخرة من الخاسرين إن الذي الأخرة ذي لي من الخاسرين على خطر الدين نرى في الدنيا خطر الدنيا تنخسر مرة ولاش العبد تنخسر على كامل، ولكن الخاسر ماشي وين خسر الدنيا وينك خسر ياخر وين خسر ياخر وين الصحد الخاسر ماذا الدنيا تنخسر مرة أكل من العبد مجرى من العبد مجرى يقرد سيدي ربي قويس قل إن الخاسرين أني وين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين كما يتمثل إذن ثم ستجينا يتمثل باش أنظر بلين البريجين يعني يفرد الهدرة كان السجين بفضل الله وبرحمته انطرف سيدي ربي ما ثيكش القوية ونا ثيكش القوة لنا ثيكش مرة أكو ذي المجتمع نوا ثيكش في المجتمعات الجنسية من مرة ثم ستجينا الغيبة وذي عيسرة تزرع البغض الكروه جامة ساعة ذوث جارين سينون سيد أينو نيهرة أمان إذا فيش أمان الغرنس وجيني معنين إظهار العيب في ظهر الغيب
الغيمة دني ذي الغيبة أتصدهر ذي العيف أنه ما كنت سيما نسوي شيف أدهذر فلس الفيرس وأدهذر فلس أين نديرين أتشو ذمكا تكشف ذي العيوفيس أتهذر فلس عود صري ما هذا شيء خذم عود صري ما راني ذي روح أنسيج دي كويهين أنسيج دي كويان أنسيج كشم أنسيج فر ذا شو يقوغ ذا شو يقزز ذا نشتاقني قعمر المجتمعات المرة أك ولكن تقوي يغد أذى ثنسين باش هذا نوخر غفيقين مولا شقلا نخسر دوني ثنخسر ياخر أي مثل الغيبة وهي عيسرة أتصدهر ذي العيب إنك ما كنسيم في ظهر الغيب أتصدهر والفيرس والفيرس كجنين إذ وجنين أي مثل تسجن البعيد عن جربين عن المؤمنين مقارن الغيبة من المفروض وده الدردر في لس الفيرس المفروض أستدعوذ دعان خير على أستدعوذ الفيرس الرسول صلى الله عليه وسلم كده قال إن ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا وملك يقول له وأنت لك بمثل إن دينسي مريض عم إجمسين سيمدي الغيابيس أربي في كسد الخير أربي في كسد وينساء أربي هذوثي دغلو بريدك إن اسم كل دعوة الخير ما استدعوه إن الملائكة نسقرنا كده صحيح كده صحيح حقيقة بيجي يدعو ذاك أكيد صحيح حقيقة أمرز بالعبد يدعون سي الخير أمرز بالعبد إميك تسرشير يرسيس دعوة الخير هذا خطر خرق وينك دعوة الخير مريت صحيح تدي حقيقة كامل الملائكة ما نسقرنا مين أكيد صحيح حقيقة أكيد صحيح حقيقة فما بالك بالإنسان اللي يهدر الفير إجمسين سيما ذي يهدر في لسين نديرين أدي يكشف في العيوفيس سيدر بصريث ونسيش إنسان يكشفهني أنشتاقي ويسعى لهم كان يتمثل ذي الدين ونشتاقي يحرميت سيدر بين الخالق سبحانه وتعالى خزرت كان سبحان الله الوجيني ذي الإسلام يتمثل خزرت كان الحق إكسان فلك ما كنسيم أم خريس سوضة استعضي الإسلام استعض أين نديرين أذا كي يخفش نغذ ديك الشعر نغذ ذي القرويك نغذ كي يخدم أين نديرين نغذ تفض أمسلي أثي تقوي ذاك يجي فصا فصا استهضر أمسلي نديرين إحرم في لك تهضر فيرس إحرم في لك أنو القانون الدنيا إجحرمن باش يعني أركي من عنو تهضر ذا الفيرق ما كنسيم ولاش القانون وكزم أين دول القانون أركي من عنو تسكيد دي فضارة ولاش القانون الدنيا أركي من عنو يونو جميرا رضي زار أنو القانون أركي من عنو وتخذر ذا وتخذر ذا تيك غال الحرام يولاش القانون يكزم أنا كي من عنو ولكن الإسلام من عيك إمس إمن عيك وتخذر ذا غال الحرام إمن عيك وتسكيد دي فضارة إمن عيك وتهضر ذا الفير يقول ما كنسيم أي خطر ذا الموت دان ذا الرحمن تسلوكيهم يغدي يقول الإسلام أيه مثل الواقيم إذ وجينا إذ الإسلام يحرمي سيدي ربي سبحانه وتعالى ويحرمي الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم ثم ستجين الغيبة يقرد سيدي ربي قويس ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يقرد وهدر ثلان فيرغ مثون وثمثن نون أين أنهارا يند أثن ثفغامة الشم يكسما نسن ونثن موثن معناه سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يدي قرد هذه الآية قد سورة الحجرات هذه قرب اللي ماذا قلنا فهذر ذا فيك ما كين سلم ذي الغيابي أقلقات الصداك شوميس تذي موث على الصداك شوميس خطر ما تهدر الفيرس ولا شي تنسى ويدفع على غفي مانيس أين تفغل تهدر تد ولا شو ويدفع على ولا شي ذي الدفع ويدفع على في مانيس معناها ما كني موث وكتشنانات الصداك شوميس أنشتاقيون أوريجو زارة ذي حرام ما تهدر ذلك ما تنسي من الفير أين ندير عقب لنا قيقات الصداك شوميس ونسي موث ويستفغالة فيس ويستفغالة فمسا تاقي تسيجي ما يتمثل هذا تسدو غرغرس أين يتذكر غفي مانيس فافيس هذه جوج ما خير ولا ماذا قلنا يهدر أين نديرين الثير وثمث النسين سيمن أكان يثمث الرسول شفيح صلى الله عليه وسلم كدينا إن أتدرون من الغيبة معناه أي مثلا دروس كين ما نهدر دروس إذا نخدم ذا على جس على ذا صوانين صوانين رهلكاتنا للمجتمع كل درس ذي صوانين رهلكنا للمجتمع ما في الصند وتزمر ذات الصند رهلك ذا شو بعد السو خير ذرة ما في الصند رهلك حش وخلاص تو خرط ولكن ما في إذا ما في الصند ثم ستجين الغيبة وتهدر ذرة في مكان شيء يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من الغيبة ذا شو الغيبة ننس الله ورسوله أعلم إنس ذكرك أخاك بما يكره إنس ما تذكر ذك مكان شيء ذكوين شوين يكره إن قد يون غرغورس غر نفين صلى الله عليه وسلم إنس يا رسول الله إن كان فيه ما أقول إما ذاك الليل الذي قسوا وينك الدنيا لكن إنس إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته إنس ما ذاك الله ذاك الشيء تهدرت في الناس أينك نغي الدنيا ذاك الليل الذي قس خطر إنس يا رسول الله إما هدرت في الناس أين اللي ندقس الدنيا إنس ما ذاك الله ثنيا دين اللي ندقس إنس عقل بليغ الغيبة أنا لدهدرت في الناس والغيبة المجرمة كامية مثلا إنس ماذا قلنا ذاك الشيء وده تهضرت فلس أين ولا راه ثغرت فلس أين ولا راه أين يسعى راه تهضرت فلس ديال الغيابيس إن هو كيد البهتان فقد بهدته البهتان
يغلب الغيبة، الغس الغيبة للمجرمة، ولكن البهتان الثغيف الثغيف ساعدكن إلى حد من الغيبة. يقرض سيدي ربي بويس: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما تهضر فين سلم غفتين سلم أينون لا رذقس ينضق لك تخضم ذي البهتان إغارتك شمض ساعدكن ثمساتنا الغيبة. يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم أي القرآن يمت سيدي ربي غفتين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كدنا يندم من قال في أخيه ما ليس فيه أدخله الله ردغة الخبال. يندو ينادين ينفق مسين سلم أين لا رذقس يندى ذي سكشم سيدة ربنا ردغة الخبال. ننستشو ردغة الخبال يا رسول الله إن يسعو سارة أهل النار ننستشو ما إذا ردغة الخبال إن يستقبل معان صران جهنم المعان صران جهنم يتمثل ماشي لي معان صران يقين يصدنا كان أزمور نغطحونا نيصدنا كن الحب، ولكن ثقيد المعان صران يصدنا يعيذه أتزيني غرافة في عبد الحشم هذا قلنا يغاي مرة أكو إفوك من بعد يغاي سيك ما يسمى كنو ثيو غبرا هذا يغاي ذي غنان غرافة نغاي غوالنا تزين فلاس وثقي المعنصرة اكتزين في ذاك دي قارن البهتان أين أفث مثل سن أين أخذ من الله وهضر فلاس ذي الغياب سن كما يتمثل. الرجل صلى الله عليه وسلم يقرض إن من أربى الربا، الربا ذي حرام، ولكن ما دين أربى الربا القمة عن الربا معناه اسم التفضيل في غرف ثمساتنا الربا استطالة المرء على عرض أخيه بغير حق. إنك مرد العبد دي السفن إلسيس أذي هدر أفق مسين سيم ذي فيرس بغير الحق نسمور إذا نفوري عشان أروح دي الشغلي سونا أفي دي التاكيز ذي فير أذي هدر فلس أينو نهارا إني ثقين أربا ريبا إلي وني يثمثن ذا صحفين قانس ماعز بن مالك الأسلامي رضي الله عنه الجزاقين يغلد يخدم يوث الغلطان وذي عيسر يخدم ذي الفاحشة يخدم ذي الزنا يخدم حشاكون قدركم بعد ربي في الأغلب ثلاث مرة ورجزين أسمين يخدم الفاحشة يجين روح دغرا رسول صلى الله عليه وسلم إن يسير رسول الله إن يسن كني في غرفة قام في الليل حد أبي قام في الليل حد الحد بين مرة الإنسان ماذا قال قام في الليل حد دونيت سيد ربي ذي خارط يمنع، ولكن إياك وإياك استنير بالليل سيد ربي يدرد بالليل سيد يزمو فوسي لعب يكرن أتجعل ماذا قال ثمن عدي دونيت من بعد ذي خارط أتمنع لا ثمن عدي الحد دونيت ذي خارط ذي الوقت إن أنا حوجي فسنا أكثر قوتن إثن جح وجلي دونيت، ولكن والله الذي لا إله غيره هذا ثمن عدي دونيت ما ثمن عدي ذي خارط، ولكن أصحاب يجين يروح دينيس دث في غطة رقم يبغى غض خمسة يا رسول الله وأسقى في غرار الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كيس المهلة هذا ذي جد العقلية هذا ديني هذا يفكر نسبني ظنغ، ولكن شحال فردان ذي تشوغي غير ورس يقام في لاس الحد يرجميت الرسول صلى الله عليه وسلم يمر الصحابة رجمنت من بعد يرسول في لاس يرعي السيخير إكرنت سين الصحابة هذا غوان الله هذا الجميع قام عندك فير الناس ناس أرجز جين خزرت كان دجوث أمشي يعني يصريت سيدي ربي من بعد يفضح ديما نيس رميك تشوغي رجم مقجون. الرسول صلى الله عليه وسلم يسلي يسلي ولكن نسني يرى لنا ولي سنين إذا حانا كتبري ذر ميديوفان الجيفان الزيلة يموث يوث الريحة ثم قرحات ديوين من بعد انتقد الرسول صلى الله عليه وسلم يسلي سنين فلان ناس يرغن ناس قراء ذكي رسول الله يسلي شدي الجيفاية ناس يا رسول الله لو زمان ذي شدي الجيفاية إنس لا إنس يجد هذار ما فهمته ونسي فهمته ونكشم ذي العرض إنس أفما عزبنه ناعز بن مالك الأسلامي إنس العرض جين سيد قد ما كان في فرس هذا رمت فلس إنس دواجي قوار نخثر لما كلا ذي الجفاق إنس والله والذي نفسي بيده إنه الآن في انهار الجنة ينغمس فيها إنس والله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنس الوجين الماعز بن مالك الأسلامي إنس في رنغة ثان دخي يسفن الجنة لا يتعبوا خطر لحد نسي سعادة دي دوني خلاص كان يتمثل خزر ذشون إذا أيجن إذا هذا الفلاس ويجين ذشون يسلينا الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس أيج إذا هذا ما كان فلاس دوجين جوارا أكثر لما كلمة شام ديال الجفايك الله أكبر كان يتمثل عدن ده كان سين الصحابة رضوان الله عليهم جميعا الزث النبي صلى الله عليه وسلم إنيس سقيا السلاح غرورون الريحة المشوية من شر رسول الله ولا من شد المشوي ما صعد شيء دنشا إني إسلام إني شتريد شام أكشوم اللي جمثون هذا درم في الله سيد فيه
واستعرفن باللي صح وثبان الريحاني ذي الوقت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبان الريحة الغيبة ما يهضريون الغيبة ثبان الريحاني ولكن السجد العصر الغاشم وثبان الريحة أي خطر أن نسعيش الزخيس للنوم الريحة أثي حوز دخي ونزار النغاثي حوذي هوا ثغي قفذي الأكسجين المجتمعات المرة أكتج معنا مرض الغيبة حشان ديك شميون دي فغد شيك زنز دي شيكو ثغر مبادو سنتحو سر الريحاني كان إذن إنيسن إنيس تريد شام أكشوم لك مثون وثبان الريحاني يقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه إند إذ دون كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر إند نوفاد يوث الريحة الجيفان إند ثويد المثغ مرك وزمر ذرك يعني العبد الذي يتحمل إن تقدر الرسول صلى الله عليه وسلم إنس ظرم بشو سريحة يجي إنس ونصار يا رسول إنس سريحة يجي ذي ريحة وإذا كي يهدرن الموت إذا يهدرن الغيبة فثمة النسن ذي الغياب النسن ذي قاذي يهدر ذي قاذي السن أكشوم نقوثمة النسن ذي الغياب النسن قاذي يهدرن الغيبة سبحان الله كان قلت مثلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين ثنيس يا رسول صلى الله عليه وسلم عائشة ذي الزوجان النبي صلى الله عليه وسلم ثنيس يا رسول الله حسبك من صفية فإنها ثنيس صفية زوجين ستي سنات أيضا إنيس صفية ثوهيس كوسوفيس نيس وزياد السنة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب إنيس يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت إنيس يا عائشة قيكم ثني الضيور ووي إنيس لو كانت نغير الدخي البحر إنيس هذه الشيوغ مرة يبحر أو يجب إنيس لو كانت أثنى خضي ذي بحر إنيس البحر مرة أذي يوغ هذا خطر يعبد ويدقران كي يعبد مرة أكو أذهدرن أن أهدر فثمة النغذي الغياب نسل خطر ترى شواش يسيث النيف ونزرارا ماذا قلنا النيف يثن نغيا الحفاف نسيدي ربيون ويزميرا ذات نزر ماشي الشين ماشي الدريان ماشي الصحة ماشي ماذا كشف ذاك الدوني يسيثي فضل يا عباد حاشا سيدي ربي قزران يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن وستمسخر على غفيون بنتسخر نتسخرك أما ذا رجز أو تمسخر على غفر رجز ما تصمتوث وتمسخر على غفر تصمتوث بلكن نتسخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن ذا الخيار ذا قول ذا الخيار ذا قول سويني سعاد قويس ذا الإيمان ذا العمل الصالح ولكن ماشي الشيء خطر تسيسي قارن المشركين زيكا كيس قارن سيد ربي فكي يغد الدريان فكي يغد المال إبغى أرمي غحمي يغد فكنا نشتاقين إذن أكنا غد فكادي الدنيا غد فكادي الأخرى إن سيد ربي لا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون إن يسمشيد الشين ونغض الدريال ونركون دي قرض نغرغوري ولكن دي الإيمان دي العمل الصالح إذن شو شي سين ميف فين ميف ماشي سي خمل نغض الشين نغض الصحة نغض الدريال شو شي سين ميف زوين يسعى دخي قوية ونغ زوين نخدم تفسنا ندي نسيم زوين يسي من يعيبال مرة أكو أما تقلسي سما دفوسيش دواقي نغي نسيم ماشي دوين يسعى نشين دوين يسعى الدريان نو يسان الدنيا مرة خطروا قرارات سنجوك ثقي ماشي الحاجة ماشي حاجة كسدوما إلى قد سنعقيك الله أكبر كان هي مثلا إذن أذن عقيب اللي إلسيه أبنادم إلسيه ذا زرم إذ قصبا فيش سيد ربي قويس يقرد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد كرب قويناد يهضر العرض مرة يتشوش جلف اللاس ولي لقرن الدرد كان كسن الدير ريع إليون وولثي الدرد قوين العين يقحب سيد ربي وشين مستهي ذرن زيلك يرفض في أعلى عيليين ولكن زمر الدهضر ديون يون وول في سخط الله شوك تقار المعناش الجارض وصعد شوك وزالي ساعة ولكن هذه وثفة في 70 خريف دي جهنم لبعيد غن جربين ينجو المؤمنين يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم يون الصحابي من قناش عقبة ابن عامر رضي الله عنه إنس يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك إني الطفيل سيك قمة الدخاميك تشروضة في الغلطين خطر وليش هو الغلطارة إذن كل يوم دينار قد يشروضة في الغلطين ولكن الطفيل سيك إذ وقكو ذي بيان إذ وقكو ذي البلا كامل إني اسم معاذ بن جبل رضي الله عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم إني رسول الله غير حاسف ربيان فيني في دنه الدار إني استكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إني صوت زر ذر ذا شغري وثن العبد شخن فوش غر جهنم ما يخطاها يندي تفغن دقمي إذن الإنسان اللي قد يعقيب اللي إلسيه ذا ذوي يزمر اللي يغي ذا ذوي إلس إساثي بوران يزمر دي الشفغ العبد غروين العارين يزمر إساثي بوران يزمر دي الشفغ غروين
ديري لو كانت ديو غير ثم قبرين شويه ذا شون ارغون دون قضيه كذا ادي السفغ ينسون سن غير ذاك كان ماشي ذا ميد زمر ذاك تقضي حساب لو كانت ضروب غير الحبوس اين الصوت يلس الى عبد لكن الصوت يلسون ماشي ذا ميد زمر ذاك تقضي حساب اذا الانسان هذه الشيء القيد يلسيس اهدر اين العين نغصوص الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت وين يؤمن صرب باليوم الاخر هذر دم سلي العين نغطفمي الله اكبر ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وهدر رفق ما كاينش شي مثير قالك الصداك شو ميش الميت خزر كان شي قريه عائشه لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لما مزجت ان السند يونو ولو كانت غريون داخل البحر اذتي شيو ميش تران كوني ما داك لا عندي فوند كما قلنا مره انا هدرت في رواه مثلنا كامل لو كان نخضرين نقرا داخل البحر كيف فوق البحر هذه يغيد بركان ولد الحوت بلا كيز بلا فكس داخل هذه فكس داخل خاطر ذنشتاكين اذ الفاكيه من المجالس النغمرة الى قناع قل ولا شو قزمان هذا ينكر هذا ينكر انشتاكين سبحان الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه مكيدنا ان دمريس الانسان هذه الفاحشه يخدم يون مثلا تقرض انا يخدم الفاحشه انا يخدم كره حاجه ان دم بعد انسان يريس صار ثمساتني خاطر سيدي ربي كتصرن انتيك ساعه قابله شي ما تعاقبك شي انتيك اجمال انتيك دي تسكن اروع دي تسكن الجزاء فين العالي انتيك ساعه قابله فين ندير ولكن كنكوني وسنك شمال هذه الروموريس إلا دوينا ليس كان الفعايل ندير نخدم مثل يوني ندم بعدين شر ثمسات اليوم ويسير راه يند أمنك نتخدم أمنك نقهدر الفلاس كيف كيف إلى قناعة كي سبحان الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا خطر نكون نكون عباد ضعفاء ندير لنا القلة للإيمان ما تفض وينك نذكر هذاك نيا أذي يخدم يوث الغلطة أحسن الثور الله عارفك ما سرح هكذاش أن بعد شكون ما سيدات تهدر الفلاس أو تزري ما شي خدم أو تزري مرا وثعي مرا ها ثويني لا ثويني لا باش أتشم فضلك ما كاينش نسى في الحقيقة موثيش مثار ربي وزمر هذا تشم فضل أش مثني مرة فيفيسي فالد يوغاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك شين أنا تروح هذا تيقظ شيو الشماتة إن دوينا هذا تيعافي الشماتة نيغا استدير إبابيس إذن وذن يتعاقب إذن ربي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورة النور وينك نجي إجفر أنك نعم أدي شمث يجي مسين سيم أدي شمث سيد ربي ذو نعم أدي شمث الإنسان إلى الإفكار ضربين ألن مشي ذا نيك شوي ذول إك شوي خطر ما يدرغي لعب الجوينس غشي شوي ديشير ديش يدرغي ذول إك شوي ولكن ماذا قلنا ذك شيء نعم قمش ذا نيك في العيوب مدن وين تصري صرت خطر الرسول صلى الله عليه وسلم كدين ندم من سطر مسلم سطره الله في الدنيا والآخرة وين يصرني يجي مسين سيمات يصر سيد ربي أما ذي الدنيا ثم ذي آخر إذا نشيني ماذا قلت قمش ذا نيك في العيوب مدن وثه الدردرة وثه الدردرة في مدن أين تصري ذا مرات صرت ديس سيد ربي أكي اللي ويك غفل عيوب فيك فانتوايير ما ثم قيد يمرين ماشي دوز ميكي كي نشوف لا نظر الشعريكة تمشطوض هذا تسويض ولكن أتسويض العيوفي بعد أكي عيو سيدي ربي نتسارك ثنا رقعان أذن تساك ثنا السحيل ما زال ديفان العيفة ترقعاض ينكي الصرف الخلق اسم الروك تسوينا لا أكو تسوينا لا ولكن ماذا قال ذلك الشيني تسليظ لنك في العيوف مدن إكمال تكرض أتسمى قيض أتسعوض أشي مدي قار ولا تجسسه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أتسنذيذ باش أذنذيذ ملكر العيبة يسعى ما كاينش ذنا تسلي ضالني كيف العيوب مدن اكيس دار رشيد ربي غا في العيوب وخرب وين كنا نقهدر فير وث ما ثنيش نسلمن اين نديرين باش هذا ثني شمث انا عاقب لي ذو قرو يرمي ذرني الشرد العيوب كامل يا نو يتم تسثر حاشا ماذا قال لي فضحيت سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وذي عش العيوب فيش حاجه ما يموت ولكن ماذا قال لك شي تصرف وتوا ذلك شغل الحاشا توصل راك يصر سيدي ربي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره خطر سيدي ربي واش بيح سبحانه وتعالى وينيك الهيكن ديماني وليش العبد نسعى على العيوب كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني الخيار ذي الصفة غريس عنسيم كامل أين كيخضان خضوياس نقرس نكون ذي الله جنة أين كيخضان خضوياس ويقدي أمسلي قيام ذي في صلى الله عليه وسلم ديلان أين كيخضان خضوياس أينك لو كنا نرى مرة أك ورس كشمارة كامل ولكن ماذا قال ذلك الشيني ثعن نضع إن كيخضان ثعن نضع إن كيخضان أدوي ضينوني هارا إنو كنا عجفرا ننسي سيدنا لقمان عليه السلام ذا شو ميكي السوضة لمثل رضغ المرتبة يجين يغار ثقو الذكاء يعف ذا فانو أفركان أمك شيني لعب ذي لند العبيد يتخدم ذغر السيد لكن بعد السوضة كسيد ربا ميكي فكال حكمة الغشمة الله تصغر إنيس أكتشم غير الكروفي يخضان وكتشم غير الكلو في يخضان موت كتشم غير الكلو في يخضان تسلحيض كان دي العيوبيك أكي أرقع سيدي ربي العيوبيك واتم الضباز ديك أكا إذن
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني إنساني لقد يعقيب لين ماذا قال لك إذا كشني تصرد سيدي ربي هذا كيصر خطر ماذا قال ولاش نوسر سيدي ربي ديما لو كان ندن في قل العيوف نمرا أخذني دي في قلم ده ثفاف مساف نسحق نتشور ذا العيوف ولكن الإنسان المؤمن ذوين يصراني مانيش يتشور ذا العيوف وسيدي ربي صريف يقرد محمد بن واسع رضي الله عنه ويوقي من التابعين رحمه الله يمشي ديقار إن دلو كان سعين دنوب الريحة إلى ديولوج ملاذي قمر طرفي وقيد حبيب ربي وقيد إنك ويقيد حبيب من سيد ربي من التابعين ما دلو من التابعين معناه عاش الصحابة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذي ويرا إن دلو كان سعين دنوب الريحة إن ديولوج ملاذي ذي قيم غير طرفي إذن شيني أتستعرف بلي سيد ربي بلي يصريك وتحمد ذي تشكر ما نحمد سيد ربي غير نشكر على خطر السرع إذا قسين شروطك يقن ثم زوروث قولا أن حمد سيد ربي غير نشكر وثيد نقر دائما ربي عفو يغدنو فينا ستر العيوبنا أكا ولكن عملا مع تطبيقيا نغم براتيك إذا قن صروية ذنيضا باش هذا غير صار سيد ربي إذا كرب وين مرة أكو ديغلين كامل أكو إنسيا أثن الصر أين ولا أثن الصر ذا ربيك ساعة قابل ذا شيء زمر ذا تخلما ذا كشنو شيء زمر ذا تخلما ولكن ماذا قلت فرح ما تفقل ذا العيف لكم أكين سيم أكين أنا داعد بلك داعد دي تدر فيها هذه سرسوية قرويس خطر فضحت أقل بلسي مانيك ماشي حاجة قوار نفسي ذا ربي إزمر الخلق نسي ذا ربثني يرمر تشون العيف نينش ما رانا ذا تشون ولكن ذا كشيني غادي يفقل العيف نينش سوغل أنت يرفع تشبه حتك سمقيني غاشي مرة أتسمى يكشف سيدي ربي العيوبي إذن وين يصر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إذن أتحم ذات شكر قولا واتصرف تطبيقين واتصرف أين سيد صريف أين دولة والنك صريف خطب سيدي ربي سبحانه وتعالى هذا كيصر كان يعود ما ذلك لن يهدر أفهما سينسين باش نظر ذا شون إسحاق في سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وجد قرام اللي نستهدر أتهدر دفير نهما كينسين خطب ذي العير ذينس ذي العير ذينس أهل ترى زمان أشكش مدارو خامس أستن أديني خاطئ زمان أشكش مدارو خام جيون وزمير ذرة زمان رز أشكش مدار داخل الملكيس هذا داخل الملكيس كان كجثيف حيرتي صنكر الحاجة وزمير ذرة وكذلك نسميه جزرة في ددرف حشق وين العايم ما ذا قل لي يخدم كرام الصفات الهان في ذن حب تسيد ربي أكيف كل أجر كيف كل حسنات أي خطر ماذا قل ثدر تيد أن معنا ذغر غرس الفعاي العاي كامل ولكن ماذا قل ذين ندير يدو درد فلس وريك جزرة وكقبيرة سيد ربي هذا درد ذي سميس ما تقدر ذي سميس جون دي لغية بيس أخي كشم برضخي بخاميس أخي كشم برضخي أرضخي العير ذينس احتسبت سيدر بذي العير ذوي الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن دين سيما فقو ما سين سيما ذي حرام إذا منيش وتكذران وتخبش داران وتنقذران وتسرى ذي المالين ست عميض نغس تخمذ كرة تخزفيت أهذ بلك تشتر ذي حرشغ عميض تكسغج كلش نسوي فقرة ولكن ذي نكو يتشو خضر ذي خطر سيدر بيزر أكيد سيدر بيزر أكيد أكدي في سيدر بالعقاب بلا ما يصر وينك يتخذ عذاك وين يصر وين يتخذ عذاك بلك دي وضع غور كينا أكيد بر أفني ضرني ذيك إن سقف على جلسي كي خدمك إيش خدم ثمسلتني خطر إن سقف فقك إذن دمه وماله وعرضه العرض ينس الحرمين كذا الحرمين ينس النفين سد النفين والجزر ينس كشم الدير العرض ينس أين يحرم سيدي ربي العرض نقول ما كين سيم أما كن يحرم نذا منيس أما كن يحرم يحرم المالينس كان يذ مثلا سبحان الله ثم طوث وقتنين الرسول صلى الله عليه وسلم تظل عام 12 شهر ذقي في قيام الليل وتصوم عام 12 شهر ذقواس وتحب سارك ولكن يلسي شو تصطفرة سلغيبة حشن أمثل غرزيم تقو صغار غفي عيبات وتسادون الجيرانيس ذا شو عندي الله صلى الله عليه وسلم إنه إنها في النار إنك جهنم يتيجن أشي من أهل خطر إفغس يلسي سفوس كرق وين يتخدم يتخدم مرة أكو مرة أكو يروح حس تسكت ما ذهب درد فيك ما كنسي مذفير زرد شيء لو كان ذيك سيدر بين الحجاب قات خويا أكلت سفقت الحسنة فيك كتروح تغرورس كرث خدمت مرة أكو لا لعيبة ذيك الزول لنا 40-50 سنة والزفر بين وفن يوثر كعاوية شيس أتظل الطهور بعد أتفقنا غرينتكم مثلا ذهب درنا في الغير نظر بعد الطهور نغا ذي تفكر أذو ظل العصر من الزول للعصر أتفقنا غرينا أذهب درنا فيه ونضغى سيفك العصر المغرب نذي أنا كيف كيف والعيشة اللي كيف كيف ألا الله مريش كامل أثي سعدين ويوث الحسن وتسي السفر أذي كسان إقارت سعيد بن جبير رضي الله عنه إن ذا ذي أرزل سيدر بس إن نغا سيدر بكرة خدمة غوية شيث أني ذا يغيم الرويني أسيني كرب ذوي ذا نغفي ذا ذا ذاك المرة في كذا سنتناكو
تكبس مرة كلا تخدم ذاكن وخسرم قرحا دنشتيا ما تشوى ليه أتنعيم للغشيس ظليتي أتنعيم للغشيس الحجيني أتنعيم للغشيس صدقتي أتنعيم للغشيس الفعيل الخير لنك مرة ما تخدم ذاكن أتنعيم الكامل وماشي كان دقوية يقول إيه ثلا ماذا قل فوق تكشيني فوق كوين العاية غير فكم أتسويت ذي الدنوب نسمى أتسويت أتسغرض أتسخلص الذنب الخمر تسويت وكتو تسوي ذرا يشويت ما يقول أتسخلص الذنب التكر ذا وينوثو خير ذرا خطر قلت داروان دا نظن أنشتكي مرات شوف غان إشفا وإيلسيك أفوس أكايد مثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت إذا قال عقيك أروان شتكي غان مثل وثقود أنقف إرسونا أي خطر أنا وغا يهضر في الورقاز ماري لنا ضد الرض نكون نساعد دي الله جنة نساعد دي الثقافة لنا نكون وثقود الرض في الورقاز أرقاز ماذا قلنا نكون نقارس سلاه جنة بفيس ذا هو ذي مثل قار إذا كان إنسان ذي قبل مباشرة الذي يهضر قضايا الجذم غير وذم إنسيم المؤمن الذي قبل الجذم غير وذم ينادي نصح ذا نصح تحذر غرس استناد ينوح ذش خطر النصيحة قدام الناس فضيحة وتهدر ذا مشي في زف العيبة ذا نصح ذي ونذا فضيحة تفضح أتحذر غرس استناد الكنيز غرش ما قيغ ذي عيبة جن إلى غرورك فوذ ما ربي ماذا قالوا يشو غيف ينادي سنيدون ينادي تعاه ذا سيد المغوري في غسر المغوري في ولو كان رخامك بالذات وتسفر الذخ يخامك وتسع وذرة استفقد النصيحة ذي يحمي يكون سيد ربي يحمي أمد النصح ذا النصح أمد وينك نقبل النصيحة يحمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن وينك نقدر لك ندفير بلك هذا دي وضر زاتك أقدر هذرين العايق شينك إنك تقدر جز العايق شينك حشين العايق زرق ذيك بعد ذفيرك هذه كثم في جرزيب تلقي صغار والنذا في سر بعيد غن جربين جل مملين مشروين العايق غريفة فقيد الإنسان المسلم أذي نصح وتصغي ماذا نذا خلنا المجتمع قلت له الغيبة مجتمع قلت له الغيبة المجتمع أما كنا ذا الجيفة بعد قند أختي فرشة أنا استشهد قسوم الجيفة أنا يقصن القسم قث مثلاً سن سبحان الله العلماء نعم كيف قارن لأنك مين الحيوان يقص سنارا وسناذ الصنفلينسن قث مثلاً سن حشا والشنن أكو يقجان حشكم حشا قدركم إذن أقول دكتور كثير فرشيدا أكو مثلاً أذن ألسنا كنيا ولكن كشيني مريدين ذي المجلس الغيبة غير هذرنا إذا هذرنا أستنا ذن كنيا وده درارا ذي الغيا فيس ما دي روح رورس هذراس نغنص حيث نغهذراسك ولكن غرورين كنيا وده درارا ذي الغيا فيس وأثق بي غيره ماذا قلنا موكي قبيرا خطر المستمع وين يسمح سيسن أكد وين يهدر كيف شارك دي الذنب ولكن خشينا ماذا قلنا موكي قبيلا لدي كمية دي هدورنا محتشف لك تجد المجلس نيسا سينا ذهن كنا ولها مقيمة ذاقنا خطر تصوص تيريسان سيدي ربي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها خطر سيدي ربي قال ولا يغتب بعضكم بعضا ولكن الإنسان ما يهدر فيكم الإنسان يصرز الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله أم كن بنا من أثني كيف كيف إذن الإنسان وريح الدرارة دينا ماذا يقولون قبيلة رب لنا دي أخرى في مسلين الغيبة فثمثني سين سيمن إذا قد يعقب لنا إلى قد ذاته خرط في الناس كجنيه سيدي ربي مشبيح سبحانه وتعالى ويجعل ونس عن الإيمان ويهدر لنا فثمثنيش خزرت كان بكان الدقار الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه هذه قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته وفضحه في قعر بيته إن أود كيوم ننس يلسوا ونسن ويكشي مال الإيمان غروية ونسن وهدر ثرفة مثل ننس من واتبع ثرى العيوم ونسن ذا جينا نصر صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى أين دينا ذي دينا سيدي ربي خرق ونتبع مرة كل عيوب قث مثل ننس من مرة أقول ديك شو بدون ديفا كملوا يسعى على الإيمان دقويس يوم نشوف لا نا يوم نسرقش نشوف لا ما الظاهر ولكن تدخلوا يسعى على الإيمان دقويس واتبع ثلاث العيوب قث مثل نونيس من هذه قروة من تتبع عورة أخيه المسلم ونايثب عن العيوب نقمسين سيم إن ذاته يتبع سيدي ربي العيوبس آثي يفضح دخل القاع دخل الكانون الخامس آثي يفضح كرق ونيك هدر الغيبة كرق ونيك فضح كرق ونيك كشف العيوب ويتم تسثر حاشا ما تشوف كشف العيوب حاشا ما ذاك الله إذا أما كنت لنا أم تقال فتش حتى تسمى قال ندك سلغاشي أكا وقيت سيد ربي ذا حقين سيد ربي ولا يظلم ربك أحد سبحان الله
التغيث مثلا ولكن كشتيني أو أنكني يتصطف أنكني نسيه سبحان الخالق أتصوت دار الزات سيدي ربي أتشويض أذرر الحسنة أسلنا سيدي ربي أخذي ما غنشتاقي أنت دحل غنشتاقي أكيني واقين ذينك نهدر مرة فلك مدنا لك تسكن كل حسنة نسن مرة أخذ الحسنة من الدن كامل تصفدي تظلي تصفدي الحيج ذو العمرات أتصفد ذينو قبل العقل مرة دوك لنك كامل أخطر كشتيني تصطف ذي سيكو تهدر ذرا وإذا كي قهدر فلك مرة لك تسيحاق لك تسيحاق ذي الحسنة يثمثل سبحان الله كان يثمثل وين يقهدر الغيبة وين يقهدر الغيبة ذا ذو جنسي من ذا ذو ذا ذو جنسي من ذا ذو الأمة خطر سيدي ربي يتصر العيوب أنسى اكشفتن وليس لقرا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضها الصحابي الجليل ذوك سبسويس تسعى ذي الهجرة نسمين روح الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوة تبوك ويدارا وصحبي يجي كعب بن مالك ويدارا أما انسى أما ثمثنس لا أتصق لن ودينارا ولكن الشاهد يعني ذي انسى وصحبي يجي ويدارا نسمين قضى الرسول صلى الله عليه وسلم غير تبوك بعد ينس أين كعب عند إلا كعب انتقد يون دي الصحابة ينس رسول الله كعب بن مالك انسان جوث الأسرة جوث تفاميل تل الملوك اللي الروان يدي فروريم ينس كعب ينس دخل البرد ينس الحرير ينس يتما قالوا ذميس دي المريم اما نس مظن تيرين إذن يستهزي في الناس من بعد كرد يون الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه بعيد روح دغر غروس الرسول صلى الله عليه وسلم ينس رسول الله ينس الله الذي لا إله غيره ينس الكعب بن مالك حش الخير ينصر ذلك من ولدك سي النظم شرح الرسول صلى الله عليه وسلم غسوا يداركنا ولكن الدفع يقدفع في الناس أعجب سيحي إن فين صلى الله عليه وسلم ينس من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة وإنك يقدفع في العرض نغم سنسيم سيدي ربنا دي بعد في الناس أفوذ مستي مس يوم القيامة كان يثمثن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ماذا قلوا سيم لا ريع بذ قلسة ونغو سلم لا ذك فسنا ذا شو تنسيم كران تظلنا ذي روح كران تصوما ذي روح كران إن انسحوا جونا ذي روح كران خدم ذي العمرات كران تصديق مرة ذي روح ذي لسا ونغو كامل أغدف دي يوم القيامة ذي تنزيح ذي تنزيح ذي قنغ إناس يونا أكن إذا قان سوصين أرونا ما كان سوصين أحد الحكماء أميس إناس أمين غتم سخير رغا في غشية غركات تمسخر رغا في غشية إناس غركات تستهزيض رغا في مدن إناس بلك ذنسان أتفض ذنسان أخيرك إناس غركات تظلم فإن الظلم الظلمات يوم القيامة تظلم وقت طيام يوم القيامة أريو غيبا بيس غركات تنشغرات سلعيوف مدن أتنشغرات سلعيوف مدن سيدة ربكي سيدة رغا في العيوفك أتشارد العيوف يعني ولش أتعشر سلعيوف حاشا ماذا قلت مضض ولكن انشغل العيوب قمش لك في العيوب مدن سيدي ربي غادي اللي البصر لك في العيوب اتسويد العيوب كتنتصر قاعد وكعاون سيدي ربي اذا تنتصر حظ سبحان الله احذر امد الكذب امد الغيبه امد النميمه امد البهتان امد الشتم اما اك امسلين ندري كامل ولكن ارسقين في كثير سيدي ربي لتلاوه القران الكريم للتحميد والتكبير والتهليل ان تسبح سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى انك ابن عساكر رحمه الله يند لو كان الغيبه يجي الحياي يند لو كان الحياي يند ولا شو استحقنا الغيبه امي مولى النغ يند خطر سنفك الحسنه نغ اي مولى النغ ذاك ذي ماي انك ذي كان استحقنا اسنفك اسنفك ذي الحسنه ثنا كان مثلا المغتاب وين كني يهضر للغيبه ويلا لا تقول ريد نسيدي ربي انا كافي يهذو سيدي ربي يعاود العبد اللي يشتن اللي يشتن سيدي ربي الهادي نسيك زمر ندي هذوك يهذوك يا عباد الناس ولكن يعاود يهضر للغيبه اي مثلا وليش ويسعى للايمان ويسعى للفعايل النظام ما تفضل يوني يهضر كما ديكر عم تكرزين دوك صغار فثما ثنيسين شي من يسعى للفعايل نديرهم غاسو ثني زرار العبد ويسعى للفركه تقول سلايش ويسعى للفركه ديال العامل الناس اسيكسر بالهيفان اسيكسر بالقدر غفوذ من الناس هذه زرع سيدي ربي سبحانه وتعالى البغض يقولون الخلق وين يكشف المدن وين يكذب ذن العيوب المدن اسيزرع سيدي ربي يقولون الخلق البغض كرب وانت زران هذا في كره وفي حميرة وسيف سيد ربي سوء الخاتمة سوء الخاتمة وين يهدر الغيبة وسعى الخاتمة العالية يحكو دي وين انك يمس فلسع فوربين امي ثموث ذي الوقتين للاحتذار انك ارمي تشهد لا اله الا الله محمد رسول الله وثفغ دي يوث الريحة تقول كان يجيث لكني ثغيف المسك ثغيف العنبر ثيوث الريحاني ليك لا عمرت وهمنا كي قذي اللندي نمرة وكتخامتني مرة تشور كامل والريحاني ثرنا يومين بوسان ذقمي ثموث إيماس فلسعة فوربين إنا تفذنا تسقسين ذا شو ذا إشي تخدم ثمتو ثقين غري من إشي فكار بالخاتمة مثقين أتيك ثبار بكو أتيك ثبار بجميع نيذ مثل أتيك ثبار بكو المؤمنين كامل إناس يمان إناس لا عمر تهذر الغيبة في يوم مرة لا عمر دو ديريا وندي الغيابيس إناس لو كان دردية وندي الغيابيس ساعة كوست تسوي ساعة كوست أدمغ في لك هذا تي ثغارث
وثبابيس وتهدر راه في الغير الجمد تهدر في الغير خزر سيدي ربي سبحانه وتعالى اما كنت سيح السيسي قيمه فين العالي اكسر سيدي ربي ولاد الوفاه نستموت الشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله والعذاب القبر ذي عاد سيدي ربي فافيس ونهدر الغيبه مثلا يعدد صلى الله عليه وسلم في سن سكوان الناس سنين على تسوع تسفن الناس يون ديكسن الناس يتصرار إيمانيس في قضاء الحاجة مالا روح هنا بور فيرسي بوزوان إنك يتصرار إيمانيس إنك والسن نظن والسن نظن إنك هذي تسوي غروة الغيبة النميمة إنك ذنش تقين في تسوع تسفن ويوم القيامة سعان يون العقاب وحدش يقارد صلى الله عليه وسلم لما عرج به أسمي قروح ذي الإسراء والمعراج إنك عدنا في يون القوم إنك في كيس نربي نشر النحاس إنك وراث أشنا شوي قيسة تسوع تسفن يوم القيامة ويا إنك في كيس في كيس ربي اخذ مثلا الشر ننحس اني كذلك تزرن قذما ونسن او كذلك ما ننسن حاشا ما قضن غريا غسا كارن قندي ذمن اني ويقي يا اخي جبريل اني ويقي يخدم لك اني شوي قنا الذين يأكلون لحوم اخوانهم ويقعون في اعراضهم ويقي ذلك هدر الغيب انا فث مثلا نسن سلمن سن يكسمن قذ مثلا نسن سلمن وكشمن دخل دخلنا العرض نسن دخل العرض نسن كان يث مثلا إذن قياد أنحذر غفي فيجي سين الأحاديث أذني دنيني غيث مثلا باش أذني قر دخل المخنغ أثن الطجرارة أنا عقل ثم جورث سين جن أذني دلقر غير والن غكاث أذن نظر من حسن إسلام المرء تركوه ملا يعني هدي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركوه ملا أين كيخذنو هدرار فلاس أين كيخذنو تسخري غير الرس وهدرار فلاس والحديث نظر وسين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت وين يؤمن السيد ربي يوم الاخر ادي هذا كان مسلي العاين نغادي تفهميش ادي تفهم تسوسمي تسين خير من تيفات تندم ذخير عاد تسوسمي ولا غتندم ضغفو مسلي كان غيت مثلا ادي بعض ربي في الله الغيبه ادي بعض ربي الصفات جميعا غيت مثلا رجع يا ربي من المؤمنين حق الايمان رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم اعلن الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.